مما هو متداول في فضاءات وساحات السوشيال ميديا حادث سير على طريق البحر الميت. هذا حادث مؤسف ربما لشاحنة أو عربة نقل تنقل العصائر والمواد الغذائية. نسأل الله السلامة دائما للجميع وأن يعافي كل مصاب وأن يعوض من فقد هذه المواد عوضا خيرا إن شاء الله. ومن شمال أوروبا، وزيرة الداخلية الفنلندية كريستا ميكونين تفقد وعيها خلال مؤتمر صحفي بشأن حادثة تسرب غاز السيل الشمالي الروسي في مياه السويد والدنمارك. هل يمكن أن يكون ذلك جراء استنشاقها للغاز؟ ربما. أما في الصين فقد تداول الناشرون عرضا عسكريا رائعا للطلاب المستجدين في إحدى الجامعات. عرض من نوع آخر وأخيرا مقطع ليس بالغريب، مقطع بطولي لشاب فلسطيني يلقي الحجارة على جنود الاحتلال. لنشاهد. Thank you.